كان عليه الصلاة والسلام هو الداعي إلى ربه ابتداء في هذه الأمة، فالله عز وجل بعثه في هذه الأمة على حين فترة من الرسل، وقد دخلت الأرض في ليل أظلم وفي جاهلية جهلاء، فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليقوم بأمر الدعوة إلى ربه عز وجل، فقام بهذا الأمر كما أمره الله، وضحى بكل غال ونفيس، وفرغ وقته وعمره وفكره وجهده لذلك، فكان بذل المال لأجل الدعوة إلى الله، وكان بذل الوقت لأجل الدعوة إلى الله، وكان بذل الجاه لأجل الدعوة إلى الله، وكانت الكلمة في أمر الدعوة إلى الله، وكان الفعل في أمر الدعوة إلى الله، وكان الصبر في طريق الدعوة إلى الله، وكان الحلم والعفو في طريق الدعوة إلى الله. هذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ربه، فكان بذله لوقته ولماله وجهده وفكره، حتى أن الله عز وجل يقول له في القرآن العظيم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلم يكن البذل فقط مجرد بذل مال وكلمة، بل كان هناك هم وتفكير وحرص ودأب على إصلاح الناس بالدعوة إلى الله عز وجل، حتى أن الله عز وجل يحذره أن ذاك الأمر الذي قام في نفسه قد يودي به إلى الموت مما كان يحمل في نفسه من هم إصلاح قومه